السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وأفكار حديثة. أهلا بكم. موضوع النهاردة نتكلم عن ديدان الحمام. كنا في فيديو سابق أعطينا سترات البيبرازين لمدة يومين، على أن نكرر الموضوع بعد 10 أيام أيضا لمدة يومين. ولأني أخيرا وجدت بندكس أكراس، بندكس أكراس ده مع حضراتكم، العلبة دي فيها 6 أكراس زي ما مكتوب عليها اهو، 6 أكراس. ده حضراتكم ده ممتاز جدا اهو، الجرعات مكتوبة عليه، كل حاجة، كل نوع ديدان له حاجة. في حاجة ديدان بتتاخد لمدة يوم واحد، وفي ياخد 3 أيام، وفي 5 أيام. احنا بندي 3 أيام، بنأتي كورس واحد لمدة 3 أيام على اللتر، قرص على اللتر لمدة 3 أيام اللي هو بيندكس. ولانه ما كانش متوفر، انا كنت بعطيه من زمان لان ما كانش متوفر منه غير الشراب، وانا ما بفضلش الشراب لان الشراب محتاج انه يعطى في الفم سنتي لكل فرد في الفم، وانا علشان هو بيركز في المية عشان تضمنه فلازم تعطيه مباشر في فم الحمامة او فم الزغلول، فانا بفضل الاقراص دي. بندقها الاقراص دي بندقها على حسب انت ما بتحتاج قرص او 2، على حسب كمية المية اللي حمامك بيشربها. عشان كان بياخد لتر هتدق قرص، بياخد 2 تدق قرصين، وهنشوف هنعمل ازاي. حضراتكم دي العلبة اهو، علبة بندكس، هنفتحها اهو، طلع منها هذا الشريط فيه 6 أقراص مش باينة هنا. في 6 أقراص اهو. انا الجرعة اللي انا محتاجها 3 أقراص. هنعمل ازاي بالطريقة اللي هوريها لحضراتكم. هتدقهم كده علشان ما يتبهدلوش ويتنطوروا منك ويضعوه يقع في الارض. هنعمل كده، هنقول تاخد قرص، تاخد 2 زي ما حضرتك محتاج اهو. هاخد كيس زي ده كده، في اي كيس او اصغر من ده لو موجود اهو. ادا قرص محتاج 1 2 3، قال لي انا محتاجهم 3 أقراص عشان انا محتاج 3 لتر اهو، زي ما حضرتك تكون محتاج بقى 3 لتر اهو. حطهم في طرف كيس زي كده، في الطرف كده اهو، على طرف كيس كده، او تقص منه حتة كيس او اي حاجة عندك مشمع زي كده، وطبقها كده على الكيس، وادقها باي شيء عندك، بالهون، بالمدقة بتاعت التوم، اي حاجة، اي حاجة تقدر تطحنها بيها مدقة كده تدقها. انا مش هدقها طبعا عشان الصوت وكده مش هيبقى كويس، انا هدقها وارجع لكم، افصل وبعدين ندقها ونرجع لكم. بعد ما دقدقتها حضراتكم، الدقدقت وطحنت كويس جدا اهو، 3 أقراص هم بيطلعوا كمية قليلة كده، 3 أقراص هحطهم على 3 لتر مية. انا محتاج 3 لتر مية اهو، انا معايا الازازة دي، دي لتر ونص، دي لتر ونص مية اهي، 1.5 لتر مية اهي، دي 1.5 لتر. فانا هحط في دي اهو، عارف مش باينه كده ولا ايه، هم احطهم بالطريقة اللي تعجب حضرتك، حطهم فيها اهو، تحطهم خلاص تمام. وهو انا مش مالي الازازة مية علشان اعرف ارجهم كويس، الازازة نصها حضرتك اهو باين اهو، نصها بس مية علشان اقدر ارج كده جيدا
تدوب جيد جدا ازازه زي كده عشان تقدر تدوبها اهو. وطبعا انا معطش الحمام، انا معطش الحمام بقاله حوالي 12 ساعه ويمكن اكتر، عشان احنا في الساقعه في الشتاء بيكون الحمام ما بيعطش بسهوله زي الصيف. يعني حضرتك لو في الصيف عطش بس 6 ساعات كفايه قوي، لكن في الشتاء 12 ساعه اهو زي ما بقت حضراتكم قدامكم باينه باللون الابيض ده اهو، بقت باينه باللون الابيض ده عليها رغوه مش مشكله. اكمل الازازه ميه علشان بعد كده نوزع الكميه على الثلاثة لتر. عندنا اهو ملت الازازه ميه، ملينا الازازه وهنعمل كالاتي. ما عندنا الثلاثة لتر زي ما اتفقنا قبل كده ان هي المسقة بتاعتنا دي لتر، عندنا اهو ثلاثة اهو، واحد اتنين ثلاثة تمام. فاحنا هنقسم الازازة دي على ثلاثة ونرجع نكمل مية اهو كده، حوالي تلت الكمية بس، حط تلت الكمية لسه شوية هو بالتقريب يعني كده اهو، تانية التلت التاني نحاول نوزعهم بالتساوي، ولو عند حضرتك مكيال تكايل بيه يبقى افضل يعني بالطريقة اللي تقدر تعملها حضرتك. ادي حطينا التلاتة لتر كده لتر ونص، هنكمل بقى هي العبوة دي لتر عشان يبقوا تلاتة لتر، نكملهم مية نملاها اهو. نكملهم كمل مية تمام اهو، ملينا التلاتة لتر مية. بعد كده نحط للحمام، نوري حضراتكم الحمام عطشان ازاي. اهو نقدم لحضراتكم، نقدم لهم المية اهو، ادي اول واحدة نشوف كده احنا معطشين الحمام من قبل كده ومجوعينه كمان علشان يشرب مية قبل ما ياكل، يعني يفضل قبل الاكل زي ما احنا قلنا لحضراتكم كده الحمام عطشان وجعان، يعني زي ما بيقولوا كده على غير ريق ان هو يشرب على غير ريق. هو الحمام عطشان بينزل اهو عشان المية، هو طبعا خايف من الاضاءة بتاع التصوير. انا طبعا كنت اعطيت بسترات الببرازين لمدة يومين زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، فانا هعطي المرة دي وخلاص على كده، اللي يبقى خلاص دي الجرعة التانية. لكن لو كنت اعطيت سترات الببرازين كنت هعطي بعد 10 ايام مرة تانية لمدة يومين، يعني يومين وهعطي لمدة يومين سترات الببرازين. لكن طالما اني اعطيت ده لو انت حضرتك اعطيت الجرعتين من ده البندكس يبقى بتكررها مش بعد 10 ايام، يبقى هتكررها بعد اسبوعين. التاني سترات الببرازين بعد 10 ايام بتتكرر لمدة يومين وبعد تريح 10 ايام وترجع تدي يومين. لكن في البندكس اللي هو ده او الشراب عموما بتاتي لمدة 3 ايام وتريح اسبوعين وترجع تاتي 3 ايام كمان. ودائما دايما دايما تفضل ان انت تغير في انواع الطرد للديدان اللي هي شربات الديدان اللي زي كده، علشان في مش كل الشربات زي بعضها، اللي هي الطرد للديدان في بيطرد انواع معينة والانواع التانية بتطرد انواع تانية وهكذا، يعني مش كله بيطرد نفس الانواع فممكن يتفضل ديدان تانية. طب ليه احنا بنكرر
العلاج سواء ان كان الببرازين بنكرره ليه بعد 10 ايام وليه التاني بنكرره بعد اسبوعين؟ هنقول لحضراتكم احنا بنكرر ليه. زي ما قلت لحضراتكم في الفيديو السابق بتاع السترات الببرازين ان هو بيقضي على الديدان فقط لكن ما بيقضيش على البيض. البيض اللي هو دورة حياته بيطلع بعد 10 ايام لاسبوعين، فانت بتكرر بعد اسبوعين علشان ينزل البيض واليرقات بعد اسبوعين من اللي هو من 10 ايام اللي هو في الببرازين، لكن في البنداكس اسبوعين. بأكد تاني على موضوع السعر، بنداكس اكراس 8 جنيه. هقول مش ما سمعش السعر قبل كده، اهو السعر بنداكس 8 جنيه اللي هو 6 اقراص العلبة، 6 اقراص شريط واحد 6 قرص اهو. طيب احنا حطينا الاكل اهو بعد الحمام ما شرب، زي ما قلنا لحضراتكم مجوعين الحمام، والحمام شرب مية وبعد ما شرب المية بياكل. بنأكد على نظافة المسائي قبل ما نحط فيها حاجة، بنحط فيها المية. وعموما لابد انك سلكة زي دي تكون عند حضرتك تدعك بها المسائي، ما تكونش المسائي مزفلطة زي كده بتدعك تماما قبل ما تحط فيها مية، تغسلها تماما كويس او متخلاش مزفلطة، ده اللي بيسبب امراض للحمام. اهو دي تدعك بها وبعد كده تحط فيها المية، سهلة جدا يعني، دي بتسهل عليك المهمة جدا. تلاقي المسقة خشنة بعد كده تحط مية حضرتك فيها. بكده اعطينا اول يوم، هنكرر الموضوع ده لمدة 3 ايام يعني لسه هيبقى بكرة وبعده بنفس الطريقة زي ما قلنا لحضراتكم كده. وانا اكتفي بكده لان انا اعطيت من 10 ايام اللي هي سترات الببرازين. اما لو حضرتك زي ما ناكد تاني، لو حضرتك لسه اول يوم تاتي هتاتي من ده 3 ايام وترجع تاتي بعد 14 يوم اللي هو بندكس. تمام كده يكون خلصنا موضوع النهاردة. نشكر حضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.